أكلك يا سندس. تعال يلا بالهنا والشفا. هتودينا زور النبي؟ أوعدك يا سندس، أول ما أخلص من اللي أنا فيه هاخدك ونروح ونعمل عمرة مع بعض هناك؟ أه عند النبي؟ أه قولي والنبي. والنبي يا سندس. أنت كذابة يا أختي وبيع الكلام. هوديكي وهتشوفي، قولي أنت بس وادعي لي يا سندس. لا يا رب. مالك يا بنت؟ في إيه؟ إيه يا كوريا في إيه؟ قلقتيني عليكي، أنت كنتي فين؟ خالك لسه نازل يدور عليكي. انت بتعيطي في ايه؟ مالك ابراهيم؟ تاني ابراهيم ماله؟ خدت تاكسي ومشيت وراه لقيته بيشتغل في كباريه. كباريه؟ انا قلت لك يا كوريا 100 مره ابراهيم ده مش مظبوط، مش مريح، مريب كده يعني. ده حتى علاء قال لي ان سكته كلها غلط ومش تمام. بصراحه هو قال لي انك لازم تفسخي خطوبتك منه. يا ما حذرته، قلت له يا هيما بلاش، يا هيما هتزعل مني، كبدكي فاضل لك مرة، مفيش، كأني بكلم نفسي بالظبط. معلش، كويس إنك كشفتي على حقيقته، ممكن تلاقي 100 واحد تحبيه أحسن منه. أنا الغلطانة، أنا كل مرة كنت بوتر بنفسي 100 جزمة، وبعدين أرجع أقول معلش يا بنت أنتي بتحبيه، معلش يا بنت كلنا بنغلط، مفيش فايدة. معلش يا كوريا معلش، هما رجالة كلهم كده. بس والله علاء كان عنده حق، يعني هو كظابط قدر يعني يقرأ ويفهمه. هما الصباط برضو ليهم نظرة في الناس مختلفة غيرنا، ما شاء الله عليه. ظابط ايه وزفت ايه؟ هو انا ناقصك ولا ناقصه الظابط بتاعك؟ بقول لك ايه؟ اطلعي بره، انا مش عايزاك، انا عايزه اقعد بطولي. تعرفي يا كوريا؟ انت تستاهلي اللي بيعمله فيك ابراهيم، بس انا هعمل باصلي، هكلم خالك وهطمنه عليك. انا الحق عليا ان انا قلقت عليك، خليك. يا شيخ روحي كده. ماشي يا ابراهيم. ماشي. تعمل ايه لما ترجع؟ معرفش. طب رجعتنا ليه يعني؟ مش فارقه، هناك زي هنا بالظبط. وانت فاكر ان انت لما ترجع مش هتلاقي نفسك هناك مثلا؟ مش هتلاقي نادر قاعد مستنيك؟ يا ابني الواحد ممكن يهرب من اي حد ومن اي حاجه، كان هيهرب من نفسه ازاي بقى؟ بقول لك يا ساره، ما تنامي احسن، بطلي بقى الحركات بتاعتك دي، عاملالي عقلة وفيلسوفة وكل ده عشان مش عايزة تحسي ان حياتك تافهة. بعلمك بقى حياتك تافهة وهتفضل تافهة. على فكرة انا حياتي مش تافهة خالص، على الاقل ما بهربش من نفسي. لا ده انا بقعد معاها وبنتكلم وبنتحاسب يا نادر، ومتفقين على كل حاجة انا بعملها. يا دي يا سكة يا ولا قوم يا ولا. طيب عادي يا عم، يا خرابي يا خرابي. انت اللي قلت الكوري اللي شغال في الكباريه، وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم، انت هتعبيهم وتعبيهم لي ياض، وانا اللي مديك عربيتي بتستهدى منها. طب بس استهدى بالله، ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بشتن ودخل بينكم يا كوري. والله العظيم يا كبداكي ما قلت لها حاجه، ولا اعرف اصلا انت شغال في كباريه. كوري اصلا حطاك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده، وانت عارف بقى كوري لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم، والله العظيم ما قلت لها حاجه. يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله، استهدى بالله، واسترجل كده يا واد. الله انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زله ولا حاجه؟ وبعدين انت راجل يا اخوي، تعمل عمتك وتلف عمتك، تشتغل بقى في كباريه، تشتغل في الاعاره، انت حر، استرجل واشكمها يا ولا. طيب يا ابراهيم ده لو سكين على رقبتي يا جدع، سرك يتدفن معايا. يا سلام، هو ما قدرش على الحمار، هيدور على البردعة. نادر الحمد لله على السلامة يا حبيبي، وحشتيني قوي. الله يسلمك.
دستور. دستور يا اهل الدار. صباح الفل يا ست نوال، يا رب تكوني ارتحتي وعرفتي تقعدي في فرشتنا المتواضعه. زي الفل يا ست عون، نعمه من عند ربنا. ده انا لولاك كان زماني مرميه في الشارع، كلاب السكك بتنهش في لحمي. يا ست نوال انت مش عارفه قيمه نفسك، انت ست محترمه اي وان، بس الدنيا هي اللي ملعبكه معاكي. بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤاخذه حمامه في فيلم اريده حلا، وانا ما يرضينيش البهدله اللي انت فيها دي. روحي يا شيخ، ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. بصي بقى يا ستي، ربنا وحده هو اللي يعلم انت زي اختي، وانت ما شاء الله جمال وجسم ورسم وعود، ربنا يحميكي من الميكانيكي وعيون الناس بصاصه، وانا ما يرضينيش عيل خبق كده ولا خروق كده يلسن عليكي، يقولوا سابت بيت جوزها وقاعده في بيت شاب اعزب مفتول العضلات ولا مؤاخذه مسجل خطر وسمعته زي النيله. طب والعمل ايه؟ لا 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 لا، العينين الحلوة دي ما تعيطش، أنا حجزتلك في بنسيون قريب كله حريم، ما بيعديش من جنبه دكر بط حتى، هتعيشي هناك معززة مكرمة، وأنا هكفل بيكي من كفة شيء، عشان تبقي بعيد عن إيد الرجالة ولسنة الخلق. وأنا اللي قاعدة عمالة أقول، طاعون ده صايع، لا مؤاخذة يعني، أكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي، وعمالة أسأل هيحاول إمتى يجيب رجليكي؟ أتاريك أرجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة. طب إيه رأيك بقى إن أنا خلصت الشغل ورحت مغير جري وجري عشان أجيب لك فطار، عارف إنك على لحم بطنك من امبارح. يلا بسم الله، شوية كباب وكفتة بس يستاهلوا فمك. كمان كباب وكفتة؟ ده لسه البلد فيها رجالة. ما شفتش منيلة، ربت تغنيلة. إيه يا حبيبي؟ صح النوم؟ ده أنا قلت اعمل لي لقمه على السريع كده وما رضيتش ازعجك عشان تعملي فطار. اقعدي 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 افطري. انا مش عاوز افطر. بص بقى يا مروان، انا عاوزه فلوس اللي عندك، وبعدين انت ممكن تفهمني شايل الفلوس بتاعت الحاجات اللي احنا عملناها سوا عندك انت ليه، وانا سايبني كده عامله زي الشحاته؟ بس ما تقولي ازاي. يا حبيبتي انت تأمري وانا عليا التنفيذ، وبعدين في شعار في العالم دلوقتي بيقول لك انسى الكاش، لازم تنسي الكاش خالص وتعاملي معايا على اني فيزا، اطلبي وانا اجيب لك. لا يا سيدي شكرا، انا بقى فقريه عاوزه امسك الفلوس كده ورق واحسها واصرفها. ماشي يا فقريه ماشي، في 10,000 دولار جوه في الدولاب، خشي خديهم. 10,000 دولار بس؟ ده غير سهره في مكان انا وانت الليله دي تحفه. طيب يبقى انت هتيجي معايا الاول المحل، عشان انا شفت فستان هناك عجبني وعاوز اخد رايك فيه. يا حبيبتي انت من احلى 10 اذواق في حياتي شفتهم، انت اختاري بس اللي انت عايزاه وانا اكيد هيعجبني، لان الفكره عندي في الحشو في الحشو. الله، اقوم الحق اخد الفلوس احسن تغير رايك او تدخلني في عمليه من بتوعك وتخسرهم لي. اقوم الحق. دلوقتي الراجل معاه العنوان التفصيلي اللي مروان ونجوان قاعدين فيه. اشرب يا ابو زازه. لا دي قنينه، النينه. مش ضروري يا بابي كل مره تفكرني ان مروان ونجوان دلوقتي مع بعض، انا هموت وافهم فيها ايه بس نجوان الزفت دي. بس عادي، هي الزباله ما بترميش غير مع الزباله اللي زيها. يا سلام، وكان حد قال لك تختاريه؟ خلونا في اللي احنا فيه. المهم لما نلاقي الزفت ده هنعمل ايه بيه بقى؟ هو حضرتك فعلا ناوي تدفع لهم 5 مليون جنيه؟ 5 مليون ايه؟ 5 مليون عفريت ينططوه. يا امي عفريت حبيبتي. لا يا روحي، مش عفريت ولا حاجه، ده دي حاجه بتيجي. اصرف. نو واي يا هايدي، بجد ايه الاسلوب والطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ من عاشر الام. لا طبعا مش هدفع له 5 مليون. منين انا حيلتي 5 مليون؟ هم 50,000 100,000 اعقمهم له في ايده ويتفلق بيهم هو. المهم يا بابي، هتعملوا ايه بالعنوان؟ هتروحوا يعني تضربوه وتتخانقوا معاه وتاخدوا منه الفلوس ولا ايه؟ مش مهم العنوان، المهم ان انا اخده من الزفت ابو نجوان ونديه لنادر ونشوف نادر هيتصرف ازاي. نادر برضو يا عمي، نادر تاني. قلت لك 100 مره نادر ده انا اللي مربيه، وانا واثق ان نادر هيعمل اللي في صالحنا احنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا 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 اهلا. صف الله العظيم، انا عاوز اقول حاجه. اتفضلي يا فندم اتفضلي. ايه حكايه اسم نجوان اللي منتشر على فجاه ده؟ كان في وليه غلبانه بتشتغل في المستشفى اللي كان فيها هما خطيب، قصدي براهيم، كانت بتلم الزباله وتمسح وكده، وكان برضك اسمها منجوان.
انت مش امبارح طردتيني من اوضتك؟ بتحشري نفسك ليه في اللي مالكيش فيه؟ مش كل واحده اسمها ام نجوان الزفت تبقى نفسها اللي انت تعرفيها. ايه ده انت عبيطه بنت ولا ايه؟ وكمان يعني حزينه ومنكسه مفكراني بلعت لساني؟ ما تولعي، حق علاني بركز معاكي في اللي انا فيه ده. استنوا يا جماعه، ام نجوان برضو شغاله في مستشفى، انا رحت لها. كوريا. كوريا؟ غريبه ان الانسه كوريا تعرف ام نجوان.